أسألك عنها، لكن خلني أخذ الكابتن إبراهيم هزازي لاعب نادي الاتحاد وأحد الأسماء التي تضمنهم بيان الاتحاد اليوم مجلس إدارة الاتحاد. إبراهيم أهلا وسهلا فيك. هلا حبيبي فيك، أمسي عليك أمسي على السادة اللي حياك الله إبراهيم. مباشرة أبدأ معك، أنت اليوم أعتقد وصلك الخبر في البيان الاتحادي صحيح؟ أنا والله دوبي 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 جاني الخبر، ما أدري عن أي شيء. أقرأ عليك يا إبراهيم، فما كنت أنا ما جاء الخبر. أقرأ عليك، لا متقبل القرار، ما متقبل القرار لأن لاعب محترف. بس أنا كان اتصال على الأستاذ عادل البطي. تفضل. يعني أستاذ عادل أول شيء أسلم عليك. حياك الله. وأنا أحترمك كثير. وأنا كذلك. وكلامك العين وراسي. بس قبل لو تتذكر أنت قبل فترة يعني انتقدت الانتقاد، كان قلت لك جارح، قلت لي ما أقصد، طلعت أنا اعتذرت لك صح ولا لا؟ معليش إبراهيم، الآن تقول انتقدت ايش؟ الآن أنت قاعد تقول إن الماضي الأهلي رماه، الأهلي سابه، الأهلي مو فني، الأهلي لا، أنت في أشياء أنا قلتها أستاذ عادل يعني الواحد ما يتكلم فيها، يعني أنا أقدر أتكلم أقول اللي عندي فاهمني؟ أتكلم بكل صراحة بس ما بخسر ناس فاهمني؟ فانك تقول الاهلي يعني الاتحاد غلط انه تعاقد مع ابراهيم، فانت شوف انت انت شوف انت ايش حاسب على كلامك؟ انا بالعكس انا محترمك ومقدرك، ما عندي اي مشكله على كلامك، صدقني لو كان نقدك سلبي راح اتعلم منه، لو كان ايجابي راح يفيدني، يفيدني انا ويفيد اللعيبه كلهم اللي غلطانين. بس اذا انت لك علاقه بعبد الله الزوري انت اساله بينك وبينه وبدون اعلام. ابراهيم اولا ودي انا يعني اول شيء ما كنت قاصد اني اضرب عبد الله، قسما بالله ما كنت قاصد اضرب عبد الله، حلو؟ كان احتكاك في الملعب، مجرد احتكاك، لعبه كره قدم، لعبه كره قدم رجوليه ليست نسائيه. اقسم بالله اتكلم معاك انا مو اني اتبرى ولا اوري الناس ان انا مظلوم، لا 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 بالعكس انا اتقبل اي قرار يطلع علي، بالعكس هذه كره قدم، يا ما تعورنا يا ما جانا رباط صليبي يا ما وجهنا تفكت يا ما اذانينا تقطعت. ابراهيم ما حد قال ما حد قال اي شيء. ابراهيم حبيبي يعني ما اتكلم عني عن نفسي، احنا جميع اللاعبين ترى ابراهيم، يعني مو اي لاعب يدخل مداخله خشنه لا هذا يوقفوه هذا لا يا اخي. ابراهيم نعم حبيبي اسمعني، اول شيء خلي الاتصال معنا علشان انا بسالك وبحول لابو فهد ايضا الكلام. انا بتفق معك انه كره القدم فيها مداخلات وفيها ضرب وفيها اصابات، بس في ضرب عن ضرب يفرق، يعني ممكن انت يجيك رباط صليبي مداخله عنيفه مش مقصوده من الطرفين، لكن في ضرب واضح انه مقصود، يعني انا ما اتكلم عن ابراهيم هزاز، اتكلم عن حالات موجوده في كره القدم في العاب. طيب في لقطه ما جات في ممكن اللقطه ما جابت التلفزيون، التلفزيون ما جاب اللقطه، اسال عبد الله الزوري هو ايش عمل فقط، ما عندي اي كلام ثاني. انا اسالك انت ما دام ابراهيم يعني عشان بيقول عبد الله ما يغلط، عبد الله محترم، عبد الله مقدر، بالعكس كلنا محترمين، انا كلكم محترمين على العين والراس يا ابراهيم، يعني استفزت جمهور النتيجة ما هي كويسة في المباراة مش صالحنا بس خلاص يعني. طيب خليني بسمع تعليق ابو فهد على كلامك. اولا ابراهيم ترى انا يعني لا احمل لك الا كل محبه وتقدير، بس عندي سؤال، حتى وانت قلت لي انك اعتذرت اشكرك على هذا الوضع، لانه نقل له احدى في احدى نقل له احد يمكن الاصدقاء او شيء اني انا قلت كلام عنه في الاستديو التحليلي وهو انتقد ومن ثم اعتذر لاني انا ما قلت الكلام اللي ورد في الجريده في هذا اولا سابق. ابراهيم النقطة الثانية ابراهيم بدي اقول لك كلمة، هل انت يا ابراهيم مقتنع انه ما تقدم او قيمتك الفنيه توازي مع خروجك عن النص؟ يعني احنا نعرف انه اللاعب احيانا يحدث منه اخطاء، بس هل تكرار مثل هذه الاخطاء، وانا اكثر من استديو اشيد فيك فنيا لكن اقول انه ما يقدم قيمته الفنيه يعني خلينا نقول لك بالعاميه تخربها احيانا بالخروج عن النص داخل الملعب، هل ابراهيم انت سويت مره او مرتين او في كثير من المرات انت تسيء لنفسك ابراهيم قبل ما احد يعني يسيء لك، انت تخرج عن النص في مناسبات ما تليق في ابراهيم، يعني طبعا اللاعب انت تقول انه يتعرض لاشياء، ايضا اللاعب الخبره ما يستفز بسهوله. فاضي كلامك على عيني وراسي ما اقول شيء، بس برضو اللاعب لازم يكون اللاعب المحترف على قولك لازم يكون مرتاح نفسيا ممتاز معنويا ماديا، في اشياء ما حد ما يتكلم فيها فاهمني؟ انا ما مستحيل اتكلم على اي يعني ابراهيم معلش ما فيك ابراهيم يعني انت تمر بظروف يا ابراهيم، انا ما اتكلم في اي شيء، انا وقفت مع الناس وقفت مع الكل ما اتكلمت في اي حاجه الى الان، صدقني يا استاذ عادل لو طلعت واتكلمت في كل في الماضي في الحاضر ما راح تلومني. معليش ابراهيم بس هذه صورتك انت كلاعب عند الناس، يعني ما بالعكس انا يا استاذي ممكن صار تكتيك من المدرب، يعني ممكن انضغط في الجهه اليمين،
يعني انت شفت لا بس انت اللي الان كانت انت يعني تعطيه بكل الان امانه كنت الان شفت ابراهيم، ثلاثه لاعبين لحالي انا. لا بس انت الان يعني تعطي كان اسباب كان كله فنيه رجال وقبلها مش اثار. فنيه، انت الان تذكر سبب فني لكن قبلها انت تلمح الى اسباب مو فنيه. لا هو واضح ان في ما يبغى يقول كلام بين السطور، وانا احيي في ابراهيم ونصيحتي لك انا ابراهيم، ما بتكلم ابراهيم انا ما بتكلم نصيحتي لك لا استاذ عادل تتكلم فهمي، بس فيها. اللي صار انا ما كنت قاصد عبد الله الزهوري. لا طيب لا بس ابراهيم، بقول يا ابراهيم السلام عليكم ابراهيم. الله يحييك عليك، كيف حالك يا كابتن؟ الله يحييك. انا لا اعرفك شخصيا ولكن يعني تابعت لك كذا لقاء وكذا مداخله، وانا متاكد انك انت تملك يعني اخلاق عاليه جدا. الحمد لله. اي وايضا تملك موهبه رياضيه جيده. لكن للاسف يا ابراهيم، للاسف احنا ما نتكلم على حاله واحده. انت داخل الملعب شخصيه اخرى غير الشخصيه اللي تتواجد بالاعلام بعد المباريات. غير الشخصيه اللي انا شفتك يعني حتى في الام بي سي اعتقد امس او قبل امس. الآن كلامك مع أبو فهد، أيضا عدم رغبتك في الخوض عن أسباب خروجك من الأهلي، وهذا شيء يحسب لك أنت أيضا. لكن مشكلتك يا إبراهيم داخل الملعب حقيقة الأمر. يعني حنا متابعين لك يا إبراهيم ولبقية اللاعبين، أنت الوحيد اللي يعني اسمح لي أني أقول أكثر اللاعبين خروج عن النص داخل الملعب. طيب ليش ما تقول في الملاعب الرياضية اللاعب المستقصد؟ انت لاعب محترف يا ابراهيم، يعني بمعنى لا لا بمعنى احنا اخر. احنا شوف ممكن انا اقول لك، انا اقدر اتكلم معك انت مثل كلام ولدي الكاميرا او انت قدام الكاميرا انت كلام في عمر ولدي يا ابراهيم، واظهر لك من خلف الكاميرا كلام شخصية ثانية يعني. طيب ابراهيم انت بعمر ولدي، خليني انا اقول لك، انت انسان هذا رزقك، يجب انك لما تدخل الملعب تلعب كرة قدم وتبتعد عن الاستفزازات، تبتعد تتفضى لنجوميتك، تظهر ما عندك من نجومية داخل الملعب. أما أنك مثلا تضرب اللاعب الفلاني وتضرب منصور الحربي وترجع على الزوري ولك مشاكل للأيام ما كنت تلعب في الأهلي، أشياء كثيرة يا إبراهيم. طب يعني انا ليش يعني ترجع يعني الماضي؟ بالعكس انا اقول لك انا اذا غلط انا اعتذر، ما عندي اي مشكله. اذا تسمع شفت نفسي غلطان نصيحتي صدقني راح اعتذر. اذا تسمع نصيحتي يا ابراهيم، حرام الموهبه هذه، حرام الموهبه هذه يا ابراهيم تضيعها ببعض التصرفات. يعني حتى لو تصرف او تصرفين خلال موسم كامل، انا اعتقد انها يعني تمسح الصوره الجميله اللي انت قدمتها داخل الملعب. خلينا نسمع الاجابه. عندك اجابه يا ابراهيم ولا بس بتتفق مع كلامه؟ لا اتفق مع كلام الكل، بالعكس انا ما صدقني ما راح ارد على طيب ايا كان ابراهيم صوب يعني انتقاده كان مصلحتي او مصلحه اي لاعب، يعني اذا كان سيء يعني يعني مع يعني شوف استاذ عادل، بالعكس يعني شخصيا انا صراحه اقدرها ومن الناس اللي انا احبهم كل امانه، اسمع لهم واسمع نصائحهم. شكرا كابتن فهد العريفي، يعني في ناس لعبوا كوره يعني اشترك لما شاف الملعب فيعرفوا، بس هذا احنا نستفيد منهم ترى. طيب ابراهيم خليني اختم معك الحديث باخر ما جاء في البيان الاتحادي، انه ابراهيم هزازي في تكرار الخروج عن الروح الرياضيه من جانب اللاعب ابراهيم، وما ذلك في تشويه صوره الاتحاد وتقرر عقوبه اللاعب ايقافه نهايه الموسم، انت فقط تتقبل او اذا انت عندك اسباب مثل ما تذكر قبل شويه انه عندك اسباب ادت الى انه اللي صار مع ابراهيم الهزازي في الاتحاد في المباريات الماضيه، انه ليش ما تقدمها انت للاتحاد؟ اقدمها لك الان ولا اقدمها للاتحاد؟ ما ينفع. انت في البدايه تقول انا لاعب محترف اتقبل الموضوع وانتهى الموضوع صح؟ ايه. طيب انت ما دام انك عندك الاسباب اللي يعني تبرر لك اللي التصرفات اللي انت تقول عنها، ليش ما تقدم للاتحاد وبالتالي تشارك مع الاتحاد؟ ليش هم اخذوها انها تشويه لصوره الاتحاد؟ والله ما ادري ايش اقول لك، يعني هم ممكن يتاثروا بالاعلام اللي صار الفتره اللي راحت، اليومين اللي راحت على ابراهيم طبعا طلعوا الماضي لحق الاهلي وطلعوا الماضي وانا صغير، يعني انا ممكن اطيح في البيت ولا الوالده تطيح في البيت ويقولوا ابراهيم طيح الوالده. بسم الله عليها. ايوه فعشان كذا ما فخلينا ابعد عن الاجواء هذه الان. لا بس معقوله انتم ما معقوله ابراهيم ما في تواصل بينك وبين اداره الاتحاد؟ انه اداره الاتحاد والله سمعت كلام الاعلام واتخذت قرار ابراهيم هزازي، ما في بينكم جلسات ما جلسوا معاك وقالوا لك والله ابراهيم ليش سويت التصرف هذا كذا على طول؟ لا ما 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 جاني اي كلام من النادي الى الان. يعني ولا جاني اتصال ولا جاني اي شيء. انت تشوفها ان تشوف الموضوع اداري يعني؟ موضوع
الموضوع اداري او الموضوع اكيد الموضوع اداري اكيد يعني. لا انت تشوف يعني ما في اي كلام معاك يعني ما هم اخذوها اداريه ما اتخذوا قرار اداري بدون رجوع لا المدرب ولا ابراهيم هزازي على طول. اكيد يا بابا بالعكس انا منتجين تقول لي انت ابراهيم غلط خذ كرت احمر شوهت صورتي شوهت انا اتقبل بالعكس ما عندي مشكله لكن كذا من بعيد لبعيد انا ما ادري عن شيء ممكن يكون في اجتماع ممكن بكره حيتكلموا معنا فنقول احنا بكره ان شاء الله وكل حاجه الحديث ان شاء الله. يعني حتروح بكره للنادي؟ طبيعي. طيب حنسمع معاك بكره ها؟ نعم اقول ناخذك باتصال بكره ابراهيم نشوف ايش صار على الاجتماع. على عيني وراسي بالعكس اتشرف حبيبي اتشرف بالاستاذ اللي معك. شكرا ابراهيم شكرا ابراهيم هزازي لاعب نادي الاتحاد. ابو فهد تعقيب اخير على البيان الاتحادي. انا بس ابغى اشوف يعني ابراهيم الان اذا اوقف لنهايه الموسم انا لو كنت مكان ابراهيم مع وكيل اعمالي اذا انا عندي ثقه في كفاءتي الفنيه واضح ان النادي يعني خلاص اكيد عقده مستمر اصل لاتفاق مع النادي بمخالصه معينه يعني ترضي الطرفين واثبت كفاءتي في اي نادي يعني اذا يعني واضح ان النادي ايقاف نهايه الموسم انه يعني ابراهيم ما راح يكون له مكان انا لو كنت مكان ابراهيم فعلت هذا الامر. لو كان ابو نايف في الاتحاد مدرب ذا اسم وذا قوة فنية من الممكن يسيطر على هذه القرارات ويكون له تواجد في القرارات الإدارية اللي صدرت هذه؟ طبيعي شوف كنيدة كان كويس في الاتحاد إلى أن أتت مباراة الآسيوية ومشكلة سوزا بعدها بدأ نادي الاتحاد بالمنحدر يعني وأنا أعتقد أنه اللي كان السبب من اللاعبين وعدم استلام مستحقاتهم مع ما حدث مع سوزا لإدارة الهلال من وجهة من إدارة الاتحاد من وجهة نظري فرطت في المدرب الأسباني كنيدة حقيقة. طيب خلينا نتوقف في جزءنا الأول عند هذا الحد فاصل قصير بعده نعود لاستكمال ما تبقى من بقية فقرات برنامج الملعب.